أحسن الله إليكم. أبو علي من الرياض يقول: ما حدود ركعات صلاة الليل وصلاة الضحى، وهل لها إقامة أو أذان؟ ليس لها إقامة ولا أذان، إنما هذا للفريضة. وأما حدود صلاة الليل فليس لها حدود، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد ركعات معدودة، إنما هذا راجع إلى نشاط الإنسان، رغبة الإنسان، فيصلي ما تيسر من الليل، كل ما أكثر فوافض. وأما صلاة الضحى فلها حد كما جاء في الحديث، قلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات بأربع تسليمات، هذا مقدار عدد ركعات صلاة الضحى. نعم.